للأسف بأن هنالك ناس حبت أنه تخدم بلدها فراحت تطوعت بالمجان بالقطاع التعليمي. منهم سنين صار لهم يشتغلون ولكن بدون أجور، ومنهم اللي ينتظر أنه عسى ولعل أن الحكومة تلتفت إلى حاله ووضعه وتنسبه أو تعينه على المدارس أو الجامعات وما إلى ذلك. كثير اليوم عندنا من المحاضرين المجانيين بالعراق، ولكن يوم أمس كان هنالك وقفة على وجه الخصوص في محافظة صلاح الدين، طلعوا بها المتظاهرين المجانيين قالوا بأنه هنالك ظلم لما انفتحت أبواب التعيينات، لقوا نفسهم أنهم صفر اليدين وأنه كل وجبة التعيينات تجي جديدة بعيدة عنهم تماما، واللي المفروض هم لهم الحق والأولوية بأنه يحصلون على هاي التعيينات لأنه صار لهم سنين يخدمون بالمجان. يعني يجي جهد وطاقة ويجي يقدم لهذا البلد والأبناء هذا البلد يتفاجأ بأنه لما تطلق التعيينات يعينون ناس جدد غيره، واللي إلى الحق واللي إلى الأولوية حق ضايع. اليوم عندنا فيديو يوضح وقفة يوم أمس لمتظاهرين من المحاضرين المجانين في صلاح الدين. خلينا ننتقل إلى الفيديو من بعدها لنا عودة. المحاضرين المجانين والخريجين اليوم طلعنا اليوم مظاهره باستثناء مطالبه باستثناء من دوله رئيس الوزراء والوزير وديوان المحافظه باستثناء الخريجين في التعيينات. احنا محاضرين مجانين صار لنا 3 سنوات نخدم العمليتين التربويه والتعليميه بالمجان بدون اي مقابل، ما شفنا صوره حل. طلعت العقود ما بها اي انصاف للمحاضر المجاني. احنا صار لنا هاي السنه الثالثه احنا نخدم بها العمليتين التربويه والتعليميه. احنا نطالب سياده رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني والدكتور المحترم ابراهيم النامز باستثنائنا مثل باقي المحافظات في التعيينات والمطالبه الخريجين حسب الموجودين المحاضرين والاداريين على الخريجين المنقطعين، وهذا صار له 3 سنوات يداوم بالمجان بدون اي مقابل. احنا المتظاهرين، فقط المتظاهرين، احنا جايين نطالب بحقوقنا بس. المتظاهرين الموجودين يعني احنا محروق قلوبنا، هو بس المحروق قلبه جاي يطالب بحق. ما خلينا واحد ما نشدناه، ما خلينا وزير ما رحنا له، حتى ما خلينا احد. هسه جي النائب المجلس وقال ان شاء الله تؤمرون، بس احنا ما نريد واحد يعني تؤمر، ما نريد كلام، احنا نريد فعل، نريد فعل، نريد استثناء، نريد كليتنا استثناء، كليتنا استثناء، نريد زين. احنا كليتنا عددنا ما بينهم تقريبا 500 واحد، احنا من ذول 7000 هي 7000 درجة، اعطونا من هذول 7000 من 7500 اسم والباقي من تتودون ودون. موضوع ان احنا خريجين قدامة ما خلينا مكان ما قدمنا بيه، ما حد بدا يعبرنا، كوم وفايلات ماكو مكان ما داب فايلات نبي. خريجين قدامة كنا يعني اسال من الناس البيت كله خريج كلهم قاعدين ماكو وين نروح يعني. جينا احنا دا نطالب بحقنا، حالنا حال اسوء المحافظات الباقية كلها حسبوا لها استثناءات ودرجات، الا احنا صلاح الدين كل شو محصلين. اليوم اتينا امام مجلس محافظه صلاح الدين للمطالبه بحقوق الخريجين اسوه ببقيه المحافظات. نطالب رئيس مجلس محافظه صلاح الدين واعضاء المجلس بالاستثناء لهؤلاء الخريجين. هؤلاء الخريجين منذ اعوام، قسم منهم من 2015 2016 الى 2022. احنا ابناء محافظه صلاح الدين، انا خريجه من 2013، شو وقت اتعين؟ شو وقت؟ الى متى نطالب؟ احنا الموجودين كنا نطالب بالاستثناء، احنا الخريجين هسه المعتصمين الموجودين نطالب بالاستثناء، نطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل، نطالب المحافظ، نطالب البرلمانيين، نطالب منو موجود بمحافظة صلاح الدين؟ كل غيور، كل شريف موجود ينظر لنا، ينظر لحالنا، والله عيب. احنا كنا بنات طالعين وواقفين، يعني ماكو احد ينظر لحالنا، احنا البنات والشباب لو ما متأذين ومو محتاجين، احنا ما نجي نوقف هاي الوقفة. احنا متظاهرين من الخريجين محافظة صلاح الدين، نطالب بالاستثناء، نطالب باستثناء انا كمتظاهرين وكمحاضرين بشكل خاص. احنا تظاهرنا 4 مرات وماكو اي نتيجه. شو تريدون تسوي؟ احنا حتى تنطونا حقنا، هذا حقنا اصلا، هو هذا حقنا، شلون ناخذ حقنا؟ شو تريدون نقطع طرق؟
الطرق، تجون نقطع الطرق، نحرق تواير، ما يصير. احنا مثقفين واحنا نريد حقنا بشكل سلمي.